السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ام هناء من قناه كل شيء في منزلي. اليوم راح نتكلم لكم على الخضروات اللي راح يعني الاخوان الفلاحين لهذ المبتدئين اللي راهم رايحين اللي راهم زعما يتعلموا كيفاش الفلاحه، ونوري لهم واش راح نغرسوا في هذا الشهر. خوتي الفلاحين اخواتي الفلاحات، ان شاء الله نوريكم هذا في فصل، يعني رانا داخلين في فصل خريف اللي فيه تكثر الخضره واللي نغرسوها ان شاء الله. نبدا بسم الله على بركه الله، نبدا لكم بالطماطم، يعني نغرسوا طماطم. انا ماهيش موجوده عندي لكن نهضرها. لا نغرسوا الطماطم البنات، يعني اللي هي الطماطم. نغرسوا البطاطا البنات، نزيدوا ثاني اللفت، الملفوف اللي هو الكروم، الزروديه اللي هي الجزر او السناريه، بيطراف اللي هو الشمندر، بصله، البورو، الثوم، ملوخيه. يعني ملوخيه ما على باليش اسكو كاين هنا في الجزائر يعني، ولا نجيبوها من الخارج، مش عارفه لا راهي موجوده هنا عند الفلاحين يغرسوها ولا لا. لا ونعاودوا ثانيا. قلنا استغفر الله، بطاطا حلوه، هادي كاين بطاطا وبطاطا الحلوه، هادو كامل يتغرسوا في هذا الشهر البنات. اما بغيت نفهمكم باللي الخس اللي هو سلطه والكرافس هما عندهم شتلات، يعني ما يتزرعوش قباله، يعني نديرو ونغرسوها ومن بعد نقلوها كيما نديرو الاحباق ونديرو للنباتات واحد اخرين الازهار. نغرسوها كي تنوض نعاودو باش نقلوها، نكونو وجدنا لها بلاصه اللي تغرس فيها. واللي بغى يغرس قلنا في الدار يغرس، واللي يعني نهضر عنها اللي عنده بحيره كبيره يبغى يغرس فيها الكرافس والخس والمعدنوس والقزبر والسبانخ. السبانخ ترشيه نورمال، اما الكرافس والسلطه البنات نديرو شتلات، نجيبو نغرسوها يعني نديرو الزريعه تاعها كي تنوض نقلوها في بلاصه واحده اخرى. وقبل البنات ما نبداو كامل نغرسو اخواني الفلاحين، قطعه ارض لازم تحرثوها باش تجدد النمو تاعها، ولا ما خليتوها هكا تولي ارض بور، يعني ما تعطيكش نتيجه، ما تعطيكمش النتيجه والو. نحرثوها ومن بعد نحوسوا كيفاش نديروا لها السماد، يعني السماد طبيعي. انا مانيش نهضر على السماد اللي يتباع، انا نهضر على السماد اللي تاع الحيوانات، يعني رفض تاع الحيوانات عزكم الله. نديروها ونزيدو نحرثو ونخلوها ومن بعد باش نبداو. ومن بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش نديرو نغرسو باش يخرجوا كاريات تاع الطماطيش ولا تاع الخيار، يعني ماشي الخيار ما فات وقته صاي ما كانش في فصل الشتاء، تاع البصله، تاع السالق، تاع الملفوف، هادو كامل كيفاش نديرو نغرسوهم ان شاء الله باش نديركم. يعني كي نبداو نغرسو ان شاء الله نوريكم كيفاش نديرو نغرسو باش تتعلمو كيفاش يغرسو وكيفاش نديرو نستفو، باسكو كاين البنات غير انا نوريكم هنايا، يعني نديرو ما نديروش هذه قدام هذه باش وحده تولي تاكل خوتها يموتوا في زوج. كي ديروا كل وحده حوالي بيناتها 8 سنتيم 10 سنتيم، من بعد بين وحده وحده تنجح العمليه، باسكو على كل وحده تجبد من بلاصتها الفيتامينات والماء اللي تشربو، باسكو كان ندير هذيك قدام هذه تولي وحده تدي الماء لخوتها ما تنجح لكمش العمليه. ومن بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش نغرسوا الثوم والبصله والكرافس، هادو كامل نوريكم هادو اللي نغرسوهم حنا في الدار.
اما تاع البحاير البنات نوري لكم في الدار، بصح في بلاصه غير صغيره ماهيش كبيره، على هكاك يعني اللي نقدر نغرس لكم فيها. انا من يعني ما نقدرش نخرج عند الفلاحين ونوريكم، واذا كانت عندي فرصه ان شاء الله ان شاء الله بربي كي يولوا يغرسوا والله نصور لكم ونوريكم كيفاش يغرسوا، باش تعرفوا كيفاش يغرسوا الفلاحين، باش تتعلموا مليح مليح. مع انا كي رحت كي رحت انا للفيرما لقيتهم يغرسوا طماطيش، هذه طماطيش تاع الصيف ماهيش تاع فصل الشتاء، حنا رانا نهضروا على فصل الشتاء، تاع الخريف هذه وتدخل الشتاء ان شاء الله توجد منا الشتاء. ما يعني ما حضرتش كيفاش غرسوها، على بالكم اللي كنا في حجر الصحي وكا كانوا هما غرسوها صاي، على هكاك ما عطيتش نصوركم لا الفلفله لا الطماطم. وان شاء الله دوكا ثاني الفول، وقت الفول تغرس الفول ثاني، يعني كل واحد واش يحب يغرس. المهم انا قلت لكم الشهر سبتمبر يعني شهر 9 و10 و11 هذو الشهر نغرسوا فيهم، ومن بعد ان شاء الله كي نكملوا هذا الشهر هذا واش كاع نغرسوا فيهم نوريكم كاع واش نغرسوا فيه، نبدا من فصل الشتاء جا فيفري مارس نبداو، يعني شهر 12 مواد 1 2 حتى يلحق علينا الربيع ان شاء الله بربي الكريم، باش نعرفوا كامل واش يغرسوا. كاين بزاف يقولك واش نغرسوا زعما في فصل هذا، راني قلت لكم ان شاء الله تكونوا فهمتوا برك وعرفتوا واش نغرسوا، درت لكم فاش نغرسوا يعني في المنزل الزريعات يعني موجوده في الكوزينه عندنا، من قزبر معدنوس وكرافس والاخره، وما كنت انا نهضر لكم على الخضروات اللي موجوده في يعني في قطعه ارض كبيره، بصح نقدروا البنات نغرسوا حق 2 كيلو 3 كيلو اللي نغرسوها في الدار، يعني ما كاش مشكل. كامل قلنا باللي بيدنا دوك تاع الزيت حنا ما نرموهمش، نعمروهم نسقموهم نعمروهم نستفوه، والله العظيم يعني حتى كاع اللي ما عندكش زعما ملاتيغاس ما عندكش وين تحطي، كاين البالكوات في لي بالكون والله غير تجي روعه. المهم تكون مقابل شويه سميشه باسكو راه شويه البرد، والخضروات وهادو باش ينجحوا لازم تكون عندهم تكون السميشه مقابله والهواء يضربهم، هذا مكان. وان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات، وما تنساوش قلت لكم دعموني باللايكات البنات، باسكو راه راني نشوف الفيديوهات اللي فاتوا ما شفتوهمش بزاف، على هكاك قلت لكم وراكم رحتوا البنات محبين النباتات وين رحتوا. انا يعني راني ندير المستحيل باش يعجبكم الفيديو تاعي، وما تنساوش البنات ربي يخليكم نتوما عائلتي كبيره ودعموني، ونعطيكم كل ما عندي المعلومات الفلاحيه ان شاء الله. وانا ماذا بيا زعما نخلي البنات وحتى الذكور حتى ولادي يعني رجال كاين بزاف يعني يحبوا الفلاحه وما زعما يخافوا منها، ولا هي الفلاحه اسهل ما يكون. مهم ما تخافوش كي تروحوا ديروا حاجه، ما تخافوش ديروها، ما تكثروش، ديروا غير شويه وما تشوفوا نجحت ما نجحتش عاودوا مره اخرى، يعني واحد ما يقطعش الياس. ما كاش لي زاد متعلم البنات ولا ولادي واخواني، ما كاش لي زاد متعلم كما في ليكول، نهار نجيبوها حنا الاولين، حنا نجيبوها التواله وصاي هكذا هي، هذا هو يعني.